السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير جميعا. أتمنى أنكم تكونوا بأتم صحة وعافية إن شاء الله. في البداية أنا أحب أعرفكم بنفسي، معكم عبد المجيد بن علي الشهراني، صيدلاني ومثقف صحي في شركة النهدي الطبية. قبل ما أبدأ أحب أشكر مجموعة فادك على إتاحة الفرصة لنا، إن شاء الله بإذن الله نحن نفيدكم والله ينفعنا إن شاء الله وينفع بنا يا رب. طيب اللهم صل على محمد. الدكتور طارق والدكتورة رشا ما قصروا قبلي، أتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا منهم. الدكتور طارق كان يتكلم على فترة دخول الكلية والفترة اللي في الكلية إلى حد التخرج. أنا إن شاء الله الحين حأستلم اللي بعد التخرج، أتوقع إن شاء الله يعني في منكم ناس خريجين وفي منكم اللي ناس لسه طلاب، وإن شاء الله بإذن الله أنكم تتخرجون على خير إن شاء الله، أقول أمين يا رب. طيب إيش هي الفرص المتاحة بعد التخرج؟ أنا الحين تخرجت وخلاص يعني أخذت الوثيقة والحين أبدأ أبحث عن فرصة عمل. قبل أني ما أبدأ في الفرص، في نقاط مهمة كذا يعني بغيت نحن نركز عليها شوي، راح تخدمنا إن شاء الله في الفرص المتاحة للعمل بعد التخرج أو التعرف على الفرص المتاحة للعمل. مثل ما ذكر الدكتور طارق أنه هو ركز شوي على نقطة التطوع، سواء كان في فترة الدراسة أو في الفترة اللي هي على مشارف التخرج، جدا مهمة وهي تقريبا مشابهة للفترة اللي هي فترة التدريب اللي هي فترة الامتياز. الفترة هذه لازم على الصيدلي أن يركز عليها في أنه يحدد نفسه وين بيروح أو يكتشف فرص العمل اللي إن شاء الله حتكون قدامه إذا تخرج. ففترة التخرج لازم أنه يستثمرها. أول شيء أنه اللي هي فترة التدريب عن الاطلاع والبحث عن فرص العمل. في ناس ممكن أنه يدرس كلية الصيدلة كاملة والكونسبت اللي في دماغه أنه لما يتخرج حيكون صيدلي في مستشفى مثلا. لا، أنا أحب أوضح لكم نقطة أنه تخصص الصيدلة نعمة. تخصص الصيدلة يختلف عن باقي التخصصات الصحية أو الطبية. يختلف في إيش؟ في مجالات التوظيف بعد التخرج. يعني أنا كصيدلي مش أنا من حد أو يعني لازم أني أتوظف في المستشفى، لا، في مجالات كثير أني أتوظف فيها في المستشفى، في شركات أدوية وغيره، وهذا اللي راح إن شاء الله نتطرق له في القادم إن شاء الله. فهذا الشيء يحتاج أن الشخص فترة التدريب أو فترة ما هو في الجامعة أن شوي يبدأ يطلع ويبدأ يبحث إيش فرص العمل اللي أنا راح أطلع عليها. أنا أقول لكم من تجربتي، أنا خلال إلين ما تخرجت وكان الكونسبت أني إيش متى أقدم على الخدمة المدنية علشان أبدأ أشتغل في مستشفى. للأمانة أنا ما كنت مطلع وما كنت يعني أفتح نفسي على فرص العمل وإيش هي الفرص اللي ممكن أني أتوظف فيها كصيدلاني. ممكن بعض الأحيان يكون في تقصير أنه ما يكون فيه بعض الندوات أو بعض الملتقيات من الكلية اللي أنا كنت أدرس فيها علشان يعني تعلمني على فرص العمل. فأنت كشخص لا تقدر أنك إيش تبدأ أنك تهتم، أنت تبدأ أنك تطلع. وخصوصا نرجع لها اللي هي فترة التدريب. أول شيء فترة التدريب زي ما قلت لكم أنها بتفيدك في الاطلاع والبحث عن فرص العمل علشان أنت تتعرف عليها لتحديد المجال المناسب لك. يعني مثلا الناس فترة التدريب حتمر في روتيشن مثلا في الصيدليات، في المستشفيات، في بعض المستودعات، في الكوميونتي فارمسي، على حسب الكلية وعلى حسب خطتها في التدريب. لكن ما يمنع ذلك أن الشخص يزيد يطلع أكثر. ثاني شيء في فترة التدريب أن الشخص لازم أن يركز على بناء وكسب العلاقات. العلاقات جدا مهمة. أول شيء أنها راح تترك انطباع جيد لدى الجهات التي تتدرب أنت فيها، مو تترك انطباع فقط في المعاملة، لا، أنت تترك انطباع عن كيف أنت، كيف كان التزامك، كيف كان حضورك، كيف كانت يعني اجتهادك. هذه الأشياء راح تكسب الجهة اللي أنت تدربت لها انطباع عنك. لو مثلا حصلت فرصة وظيفية في هذه الجهة بعد ما تتخرج،
انت مقدم لهم يعني سي في من قبل عنك. انت مثلا تجي، انا والله شخص تدرب عندي وكان مجتهد وكان ما شاء الله عليه ملتزم وكان يعني يعرف طبيعة العمل، خلاص اوكي هذا ممكن اني اعطيه الأولوية. فهذه برضو من الاشياء اللي بتفيد في فرص العمل في فترة التدريب. اخر شيء زي ما نوه عليها الدكتور طارق، اللي هي ان الشخص يعني كلمة انا لا انا ما اعرف او انا ما ادري على لسانه عادي، مو مشكلة. انت وانت متخرج او في فترة التدريب انت ترى لسه باقي طالب، انت تروح تاخذ المعلومة، والمعلومة او فترة التدريب انك تاخذ منها المعلومة كممارسة افضل بكثير من انك تاخذها كمتلقي في الجامعة. ممكن انت كمعلومة تاخذها في الجامعة او في محاضرة ما، بتجلس مثلا تذاكرها ساعة ساعتين عشان تفهمها، بس بينما انت بتمارس هذا الشيء في الصيدلية او في المعمل او في شيء هتفهمها على طول، حترسخ في بالك. فدائما انت لا تخجل، خليك يعني عادي، خليك خفيف، اسأل، أهم شيء إنك تستفيد، تطلع بالفائدة القصوى يعني من المكان اللي أنت تتدرب فيه، علشان أنت بإذن الله تحصل فائدة علمية، وعلشان بإذن الله تفيدك لو حصلت إن شاء الله فرصة عمل. اللهم صل على محمد. فهذه من الأشياء برضو مهمة. ان شاء الله باذن الله ان اي جهه انت راح يعني تتدرب فيها، ان شاء الله عامل ان الاشخاص او زملاء المهنه انهم يكونوا متعاونين مع الطلاب المتدربين. انا من الناس اللي واجهت صعوبات في فتره التدريب في جهات، مثلا اشخاص في جهات كانوا متعاونين معي وما انسى فضلهم الى الان، وفي ناس ممكن اعبرهم عشان ضغط الشغل وعلشان ممكن الظروف ممكن ما تسمح انه يعني يساعدني ويعطيني من وقته، لكن ما يمنع هذا الشيء اني انا اطلع وابدا ابحث وقد ما اقدر اني استفيد من المكان اللي انا فيه. طيب كذا، هذه بعض التوصيات اللي هي خاصه في فتره التدريب. الحين ننتقل ايش مجالات العمل بعد ما اخلص انا من التدريب، او ايش فرص العمل. طيب مجالات العمل، انا زي ما قلت لكم احب اعيدها واكرر هذه النقطه، انه مجالنا ترو يختلف عن المجالات الصحيه. احنا الحمد لله مجالنا مميز بفرص عمل كثيره، يعني انا مش زي مثلا تخصص طبي معين اني لازم اتوظف في المستشفى، لا، عندي المستشفيات، عندي شركات الادويه، وعندي ان شاء الله المجالات اللي راح اشرحها لكم ان شاء الله حاليا. طيب اول شيء هي تنقسم الى قسمين اساسيين، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كل قطاع فيه مجالات وظيفيه معينه. تمام. طيب نبدا اول شيء بالقطاع الحكومي. القطاع الحكومي يمكن الصيدلي انه يعمل في عده مسميات او عده جهات حكوميه. طيب احنا ان شاء الله باذن الله اني حاولت اني الم ويكون المسميات والوظائف انها شامله. اول شيء اللي هي وزاره الصحه، طبعا اللي هو العمل في صيدليات المستشفيات من خلال التوظيف من خلال الخدمه المدنيه اللي هو نظام جداره او برامج التشغيل الذاتي. طيب يتم عمل الصيدلي إما في المستشفيات أو المراكز الصحية اللي هي مستوصفات، وطريقة العمل في المستشفيات إما أن تكون في الصيدليات الخارجية اللي تكون فيها مواجهة مباشرة مع المرضى لصرف الأدوية، أو في الصيدليات الداخلية اللي هي مسؤولة عن توفير الأدوية وصرف الأدوية للمرضى المنومين في المستشفى، أو العمل على تحضير المحاليل الوريدية زي الـ IV room أو الـ TBN أو الـ control drug وما إلى ذلك. وهذه الأقسام كلها حتتعرفون إن شاء الله عليها في فترة التدريب بشكل أوسع إن شاء الله. القطاع الثاني اللي هو القطاع العسكري اللي هو يندرج تحت القطاع الحكومي، ويتم ذلك عن الالتحاق بالكليات العسكرية مثل كلية الملك فهد الأمنية أو الالتحاق بوزارة الدفاع، ويكون العمل ضمن المستشفيات العسكرية والمختبرات الجنائية وغيرها. طبعا هذه بشكل أغلب إنه للرجال، ويتم الالتحاق فيها إما عن طريق دورة عسكرية، أو الشيء الثاني اللي هو عن نظام التشغيل، نظام التشغيل الذاتي الخاص بالمستشفى العسكري، فيتم فيه التوظيف على طول كصيدلي، مش كصيدلي ورتبة عسكرية، لا، كصيدلي عادي. فهذه مفتوحة للرجال وللنساء. الشيء الثالث أو القطاع الثالث اللي هو مراكز السموم، وهذه عادة أن يكون عمل الصيدلي فيها إما بتحليل بعض المواد أو بعض الأدوية أو بعض المركبات يعني.
طيب المجال الرابع اللي هو هيئة الدواء والغذاء أو الـ FDA، وهذه فيها مجالات أتوقع متوسعة شوي للصيدلي. يكون عمل الصيدلي فيها مرتبط بأحد المهام التالية: إما ترخيص عمليات تصنيع الأدوية وجودتها واستيرادها وتصديرها وترويجها، أو تقييم مأمونية الأدوية وفعاليتها، أو تفتيش مؤسسات تصنيع الأدوية واستيرادها، التحقق من جودة الأدوية، رصد مراقبة الآثار الضارة التي قد تنجم عند تناول الأدوية، التحقق من سلامة مستحضرات التجميل وغيرها من المهام. وهذه عادة يعني كأماكن الوظائف، إما أن تكون في بعض النقاط الجمركية أو في نفس أو معامل أو مختبرات هيئة الدواء والغذاء، أو عبارة عن جولات تفتيشية زي ما قلت لكم خاصة ببعض المؤسسات أو بعض المصانع. المجال الخامس اللي هو وزارة التعليم العالي، اللي هو باختصار أنه ممكن أنه يكمل أكاديميا ويكون معيد، اللي هو ضمن وزارة التعليم العالي كمعيد يعني في الجامعة. والغالب أنهم يعطون فرص للابتعاث وإكمال الدراسات العليا، يعني بعد ما يتعين كمعيد ممكن يجلس فترة زمنية بعدين يعطونه فرصة الابتعاث أنه يكمل درجة الماجستير في تخصص معين، زي ما تفضل في شرحها اللي هو الدكتور طارق، مثل تخصص الفارماسيوتيكال أو الفارماكولوجي وما إلى ذلك. المجال السادس واللي هو الأخير اللي هو مراكز الأبحاث، ويكون الصيدلي فيها كباحث في مجال ما كمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي عند الدكتور طارق، أو قسم الأبحاث التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هذه تقريبا مجملا الوظائف أو فرص العمل اللي تكون في القطاع الحكومي. طيب ننتقل الحين إلى القطاع الخاص، وأنا محدثكم من أحد الموظفين في القطاع الخاص. طيب القطاع الخاص يمكن للصيدلي أن يعمل في عدة مسميات في القطاع الخاص، وبزيادة يعني مهام ومواصفات أكثر من الصيدلي، يعني ما يعتمد بس على تخصص الصيدلة، لا ممكن أنه يعتمد على مهارات أو يتطلب عليه مهارات ثانية في الوظيفة كالتسويق والإنتاج والمبيعات وغيرها، وإن شاء الله أنا بحاول أني أذكرها الفرص الوظيفية كاملة بإذن الله. طيب أول شيء أو الشائع حاليا في القطاع الخاص اللي هي صيدليات المجتمع أو الصيدليات الخاصة. صيدليات المجتمع اللي هي مثل صيدليات النهدي أو صيدليات شركة الدواء، يتم العمل فيها الصيدلي كصيدلي مجتمع، من أكثر الفرص صراحة في الوقت الحالي. ويعني على الطاري الآن، يعني إذا في خريجين، موقع شركة النادي اللي هو الشركة اللي أنا متوظف فيها حاليا يسعون إلى استقطاب صيادلة سعوديين، ففي مسمى اللي هو في خانة التوظيف اللي هو الفيوتشر فارماسيست بروجرام في عدة مدن. يعني الفرص حاليا زي ما اقول لكم الوقت الحالي جدا كبيره، والجمعه والسبت القادمين، اليوم الجمعه والسبت، حتكون في مقابلات لفرص وظيفيه عندنا هنا في الجنوب. فحاليا من الفرص اللي هي يعني لها مجال كبير. كيف يكون عمل الصيدلي فيها؟ يكون فيها بصرف الادويه للمرضى، وتقديم التثقيف اللازم للمريض من ارشادات لعدد الجرعات وطريقه الاستعمال وغيرها، حتى ان الصيدلي في هذا المجال يمكن له انه يشخص بعض الحالات ويصرف لها الدواء المناسب، مثل حالات الاو تي سي عندنا. يعني ممكن انه يتقمص شوي دور الطبيب، انه شخص مثلا يجي عنده نزله برد او حاله من حالات الاو تي سي، ويبدا يصرف له الدواء المناسب بناء على الاعراض اللي يشكي منها البيشنت. اضافه الى صرف الادويه عن الوصفات اللي هي تجي من خارج الصيدليه، مع إعطاء المريض التثقيف اللازم من جرعات وغيره. زي ما قلت لكم، صيدليات المجتمع مثل صيدلية شركة النهدي الطبية وشركة صيدليات الدواء وغيرها من سلسلات الصيدليات الخاصة. ممكن فيه يعني أنا شوي مجالي، أنا صح إني أشتغل في صيدلية مجتمع، بس أنا أشتغل كمثقف صحي، وممكن هذا المسمى إنه ناس كثير ما تعرف هذا الشيء. بس لو مثلا تروحوا تزوروا صفحة صيدلية النهدي، حتحسوني في الإدوكيشن أو في التثقيف الصحي للشركة أو للصيدلية. فإحنا حاليا عندنا 50 مثقف سكري ما بين صيدليات المملكة، وهذا البوزيشن جديد، بس إن في فرص إن شاء الله مستقبل إنه يتوسع بإذن الله. أنا ما أبغى أخوض في
يعني سوالف في الشركة عندنا، بس أعطيكم نبذة ولو بسيطة. القطاع الثاني في القطاع الخاص والمجال الثاني اللي هو شركات الأدوية. شركات الأدوية يتركز عمل الصيدلي غالبا كمندوب أو ممثل طبي للشركة، بحيث أنه ينسق لمقابلة الأطباء والصيدليين بالصيدليات اللي هي زي الصيدليات الكوميونتي فارماسي، صيدليات المجتمع، ومناقشتهم وعرض الأدوية عليهم الخاصة بالشركة التابع لها، عشان يبين إيش مميزات الأدوية الخاصة بالشركة عن الأدوية الخاصة بالشركات الأخرى. وزي ما ذكرت لكم هنا، يتطلب أن الشخص يضيف له مهارات غير الصيدلة، مهارات التسويق، مهارات المبيعات، وهذه الأشياء هذه إما يكسبها عن خلال الدورات، هي راح تجي من خلال الممارسة أكيد، بس لازم أنه يعني يطور من نفسه فيها. ففيه الدورات جدا مهمة، أنا إلى الآن آخذ دورات، بكرة راح آخذ دورات، بعده راح آخذ دورات. التطوير لازم، الشخص لما يحصل على فرصة عمل ويكون فيها التطوير قليل أو ما يحس فيها بالتطوير حيمل فترة من الوقت، حيمل. فلازم أن الشخص أنه برضو إذا مثلا، هذه نقطة خارج النقاش، لما الشخص مثلا بيتقدم فرصة عمل برضو يحرص أنه يشوف كيف التطوير في الجهة هذه، هل في تطوير مستمر، هل في دورات، لأنها نقطة جدا مهمة. أنا كشخص، أنا هذه جدا نقطة مهمة عندي. طيب خارج النص، بس أنا أحب أزودكم في موقع اللي هو موقع دروب، هذا يزود بدورات مجانية، جميع الدورات اللي هي المهارات المتطلبة في أي وظيفة في سوق العمل، من ماركتينج اللي هي التسويق، من كوميونيكيشن سكيلز مهارات التواصل، من سيلز مبيعات، هذه الأشياء كلها حتحصلونها موجودة فيها. دورات يعني تقام بشهر إلى شهرين بدون رسوم، وتأخذون عليها الشهادة. فجدا أنا أحب أني أنوه للنقطة هذه. المجال الثالث في القطاع الخاص اللي هو المصانع والمستودعات، وهو يندرج تحت شركات الأدوية، بس أنا فصلته علشان كوظيفة، يعني هو كطبيعة عمل مختلف عن الميديكال ريب أو المندوب الطبي. طيب إيش يتمثل دور الصيدلي فيها في المصانع؟ إما يكون في قسم الإنتاج أو الجودة، أو في المستودعات، فيتمثل دوره غالبا بالجودة والرقابة للتأكد من صلاحية الأدوية وجودتها، مثل المسميات اللي هي مراقب جودة، أو اللي يسمونه على مشرف إنتاج، وهذه المسميات. فالمصانع والمستودعات زي ما قلت لكم هي تتبع لشركات الأدوية، بس أنا فصلتها علشان نوضح المسمى بشكل يعني منفصل. آخر شيء اللي هو تقريبا يندرج تحت القطاع الخاص، اللي هو العمل الخاص أو المشروع الخاص، يعني البزنس الخاص بالشخص. مثلا شخص بشهادته فتح له بزنس، مثلا فتح له صيدلية، فتح له مشروع خاص فيه، ولكن كخريجين صعبة، لأن أول شيء هو يفتقد للخبرة، وممكن يفتقد لرأس المال. وغالبا انا اللي اشوفهم من او اللي الى الان حصلتهم، مش غالبا، اللي هم اللي حصلتهم عندهم مشاريع يكونون يعني في بوزيشن ثاني، يعني هو متوظف في وظيفه واخذ منها خبره وبدا يشتغل على مشروعه، لكن هذه برضو من الفرص اللي تكون في القطاع الخاص. اتمنى ان شاء الله اني لميت بكل الفرص اللي متاحه للصيدلي في سوق العمل بعد التخرج، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. طيب ننتقل للنقطة اللي هي إيش التحديات اللي راح تقابلني لما أتوظف، يعني بشكل أصح، أو في سوق العمل. التحديات تختلف من شخص لآخر، وتختلف من مكان لمكان، يعني من مكان وظيفي إلى مكان آخر، لكن بشكل عام ممكن التحديات اللي هي بشكل عام تواجه الموظف الجديد أو الشخص اللي أول ما يحصل على فرصة عمل، قلة الخبرة والمعلومات. طبيعي إن أول شيء خريج لما يعني يمسك البوزيشن أو يتوظف ما يكون ملم بكل المعلومات، هذا طبيعي جدا. وزي ما قال الدكتور طارق قبلي، إنه من كل بحر قطرة، يعني الدراسة حتعطيه ممكن 30% من البوزيشن اللي هو راح يتوظف فيه، فعادي طبيعي جدا. كيف يتفادى هذا الشيء؟ حتجي الخبرة إن شاء الله مع الممارسة ومع الوقت إن شاء الله، بس لازم شرط واحد، إيش هو؟ لازم إنه يكون أكتف، لازم إنه يكون حريص، لازم يكون قلبه إن كيف أنا أكسب الخبرة، مش على ما قالت الدكتورة رشا إنه أستنى الحاجة تجيني. لا، هو لازم أكون أنا شوي أكتف، لازم أحرص، لازم أتابع، لازم أطلع، لازم أشوف إلين ما أكسب الخبرة وزود.
يعني يكون حتى عندي خبرة خارج الشغل اللي أنا فيه. فهذه من التحديات، انها حتكون فيه شويه قله الخبره لكن حتتفاداها ان شاء الله. الشيء الثاني، هذه زي ما قلت لكم التحديات الغالبه، او حتى انا كشخص يعني مرت علي. التحدي الثاني اللي هو ضعف اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه جدا 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 مهمه في التعامل، سواء كان في الشركه، سواء كان مع البيشنت، سواء كان في حياتك المهنيه، جدا مهمه. كيف اني اتغلب عليها؟ اني اطور نفسي في اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه عند ناس يعني مشكله هاجس كبير. كيف اني انا اطور من نفسي فيها؟ هي حاجتين، يا اني اخذ دورات، يا انها اطورها انا بنفسي بالسلف ستدي. انا احفظ فوكاب كثير، اطلع على الدروس اللي هي موجوده في اليوتيوب. اليوتيوب يا جماعه بحر، هتستفيدون منه في اي حاجه. انت بس تكتب في اي شيء انت تبغى تتطور فيه، يعني ان شاء الله انك راح تحصل، سواء لغه انجليزيه سواء مهارات معينه حتحصلها ان شاء الله فيه. فاللغه الانجليزيه حتشكل عائق او تحدي في سوق العمل، بس ان شاء الله الشخص اللي عنده لغه، او الشخص اللي حاب ان شاء الله انه يكسب اللغه، وان شاء الله حيكسب ان شاء الله باذن الله، ما راح تشكل له اي عائق باذن الله. التحدي الثالث اللي هو ممكن ساعات الدوام الطويله لدى بعض الجهات، خصوصا القطاع الخاص، يعني في بعض الحين يكون فيها ساعات دوام طويلة شوي. فإن شاء الله مع الوقت الشخص يعني حيتعود وحيضبط إن شاء الله الوضع إن شاء الله بإذن الله. آخر شيء اللي هو الافتقاد إلى بعض المهارات، مثل مهارات التواصل والتعامل مع فريق العمل، أو التواصل مع الجمهور. أنا لما أكون مثلا في كوميونيتي فارمسي، انا لما توظفت مثلا اول شيء في الكوميونتي فارمسي، ما كنت يعني عندي الجرأة اني اتعامل مع الجمهور، لكن انا قلت لازم اكسر هذا الشيء عندي، وبدأت يعني ارمي نفسي على الكاونتر، بدأت اتكلم مع الناس، وبدأت الين ما بدأت اكسب هذه المهارة. في ناس لا، يمكن تكسبها بالدورات عادي مو مشكلة، بس مو زي انت بنفسك. يعني انت تبدأ تتحدى نفسك وتبدأ تكسر هذا الشيء عندك، وتبدأ تكسر الشيء اللي يخوفك، سواء كان تواصل او تعامل مع العملاء او البيشنت. برضو التعامل مع فريق العمل نفسه، كالتعاون في العمل الجماعي، زي ما ذكرت الدكتورة رشا، ان العمل الجماعي جدا كويس سواء كان في المذاكرة او حتى في الوظيفة، وغيرها من المهارات. طيب، باختصار انه يمكن اكتسابها من خلال الدورات او الممارسة زي ما ذكرت. طيب، ايش المهارات الحين اللي يحتاجها الصيدلي في بيئه العمل؟ تقريبا المهارات اللي هي عكس التحديات. المهارات برضو تختلف زي التحديات من شخص الى شخص، او تختلف من وظيفه الى وظيفه اخرى. اول شيء المعرفه العلميه، هذه ضروري. المعرفه العلميه التخصص، انا متخرج من بكالوريوس صيدله، لازم يكون عندي معرفه علميه. اي مكان انا اروح له انا عندي معرفه علميه. ثاني شيء التحسين من مستوى اللغة الإنجليزية. إحنا زي ما ذكرنا في التحديات، أن اللغة الإنجليزية حتكون شوية تحدي، مش عائق، حتكون تحدي، بس أنا أسعى التحسين هذه حتشكل لي مهارة لما أدخل سوق العمل وعندي اللغة الإنجليزية كويسة. أنتم كطلاب أو كخريجين يمديكم أنكم تحسنون من لغتكم الإنجليزية، أنتم عندكم وقت كافي أنكم تركزون مثلاً على اللغة الإنجليزية، تعطي مثلاً ساعه من يومك او نص ساعه من يومك في سبيل انك تحسن من لغتك الانجليزيه. انت مو شرط انك تركز على التيرمز او المصطلحات اللي موجوده في الصيدله، لا، ممكن انك تخرج على مصطلحات ثانيه في الماركتينج، في الاداره، في الاشياء هذه اللي هي متطلبه من المهام المتطلبه في سوق العمل. برضو الشيء الثالث اللي هو كسب المهارات في التواصل والتعامل. زي ما قلت لكم قبل شيء، انها كانت انا مشكله لي انا تحدي شخصيا لما كنت في الكوميونتي فارمسي، كيف اني اتعامل مع الناس، كيف اني اتعامل مع البيشنت. حاولت اني اطورها انا من نفسي، والى الان انا اخذ دورات في هذه الاشياء اللي هي في الكوميونيكيشن سكيلز، في الماركتينج، في اشياء كثير، يعني مهام متعلقه بالبوزيشن اللي انا فيه. النقطه الرابعه اللي هي التدريب والتطوير. هذه لازم ان الشخص يكون عنده رغبه في التدريب والتطوير. طول ما انت تتدرب وتتطور، طول ما انت تتغير، وطول ما انت ان شاء الله مع الوقت تشوف انك تستحق افضل. اي حاجه انت تتدرب، تاخذ دوره فيها، تاخذ زي الايفنت هذا، الدوره اللي احنا فيها، لا تستسخرها في نفسك، لا تستسخر اي شيء تستثمر انت في نفسك.
انت لما تاخذ دوره معينه حتكتشف بعدين بعد شهر شهرين بعد ما اخذتها ان في حاجه فيك تغيرت. فلازم التدريب والتطوير مهم جدا جدا. اخر شيء اللي هو القدره على تحمل ضغوط العمل. هذه ممكن اربطها شوي بفتره التدريب. انا لما اشوف عندي طالبي ملتزم عندي بفتره الدوام عندي وقاعد يشيل بعض المهام وقاعد يشتغل ويكسب خبره، انا اشوف انه هذا الانسان قادر على انه يجي ويشتغل عندي. فالقدره على تحمل ضغوط العمل هذه برضو من المهارات اللي يحتاجها الصيدلي في بيئه العمل. وان شاء الله حينجبر يعني انه يعني يكمل ساعات دوام وانه يكون عنده القدره على تحمل ضغوط العمل. هذا ما كنت اقدمه لكم، واتمنى انكم استفدتم ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. وعندي بعض النصائح كذا حاب اني ازودكم فيها. انتم كخريجين او كطلاب لا تربط نفسك ولا تقيد نفسك بوظيفه معينه. العب على الفرصه اللي تجيك. انا من الناس اللي كنت اول ما تخرجت كنت اقول لا، بس متى يجي تقديم الخدمه المدنيه علشان اقدم فيه وعلشان اشوف مستشفى كذا قريب من المدينه اللي انا فيها او في المدينه اللي انا فيها. المكاتب والتوافيق من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لازم الشخص انه يوسع افاقه ويوسع مداركه شوي. انت لما تقيد نفسك بوظيفه معينه تجلس تنتظرها ممكن ما تجيك. انت العب على الفرصه اللي تجيك، اي وظيفه تجيك ابدا فيها، حاول انك تكسب خبره منها، حاول انك تطور نفسك فيها. اذا شفت انك خلاص شفت انك تطورت وكسبت خبره، في فرصه ثانيه احسن، الدنيا فرص، روح للفرصه الثانيه، لا تجلس بالفرصه اللي انت فيها يعني البوزيشن اللي انت فيه، لا روح للاعلى. هي كذا الشخص راح ان شاء الله يعني يترقى وراح يعلى في مساره المهني والوظيفي، اول شيء بكسب الخبره، وثاني شيء انه ما يحد نفسه على مجال معين، او لا يحط نفسه على اللي يسمونه في الكومفورت زون، منطقه الراحه، انه لا خلاص انا توظفت في مكان معين انا ما ابغى اخرج منه. فالفرصه اللي تجيك خصوصا الفرصه الاولى، ناس كثير تتردد، انا لا ما بقبل الوظيفه هذه، لا انا مثلا كميديكال ريب انا ما اشوف نفسي فيها، لا ادخل فيها، انت حتكسب الخبره، ولازم انه يكون عندك رغبه انك تكسب كل شيء جديد. عاد ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله، وانا حكون معاكم في حال اي اسئله اي استشارات خاصه بفتره التدريب، فتره ما بعد التخرج. انا ادري ان الفتره هذه دائما يكون فيها تردد ويكون فيها حيره شوي للطالب، وين اروح وكيف اروح والمكان هذا اللي انا بروح له كيف هو، انا موجود في الخدمه. والله يوفق إن شاء الله الجميع يا رب.